السلام عليكم، يسعد صباحكم او مساءكم كل حسب توقيت دولته. والحين الساعة كم؟ الساعة 4:14 دقيقة اي ام الصباح. طبعا في الاول والاخير دائما يا جماعة الخير، ذكر الله طيب، نتجه إلى الإمارات العربية المتحدة على أساس إنه يجيب ماكينة حرام جلس وركب، يعني هذه خلاص الأولية أنا بطلته، بجيب الماكينة الثانية وبجلسها، عسى إن شاء الله حصل شيء طيب، لأن شيء أشياء وايد في بالي، عسى إن شاء الله إنه حصل شيء طيب، شيء نظيف ورخيص. على العموم راح اوافيكم ان شاء الله، راح نشوفوا باقي المقاطع. وهذا نحن الحين في الامارات في الشارقة، والحين الساعة 7:23 والحمد لله، والدنيا جواها ممطار ذاذ على الخفيف، والخير جاي ان شاء الله. اي عصب الخير ان شاء الله، حسب التوفيق ونحصل ماكينة طيبة نرجع نركب هذاك الحمش، أمور صهالات. هذه صناعية الشارقة، الأجواء مرة خرافية، أمطار والحمد لله خير. إيه الربع ذكر ربكم، وهذا الماكينة بجيرها بدبلها حصل السعر، ولا في الأحلام ولا في الأحلام، كامل أغراضها بكل شيء بخضها، فيها أشياء خفيفة متكسرة لكن الأمور طيبة إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وخضيت الماكينة والجير ودبل احتياط، جير ودبل احتياط وكلهم في الباجيرو. هذه الجير والدبل وهذه الماكينة، يبالي أنقل شوية شيء من الأغراض المتكسرات مثل ثلاجة كبر بهيد، أشياء عادية وأجواء خرافية من الآخر. تبقى قطعة غيار، تبقى شيء، تعال تفرغ في الشارقة تحصل كل شيء. ورجعنا لكم يا مشاهدين الاعزاء. ارياس يقول لك الشارقة أهم منها الصراحة، لو مغيب إبرة تحصلها هذي، وما يبالك يعني شغلانة، اسأل أي واحد يمشي بتحصله. والجوجل لو ما تندل الطريق اكتب صناعية الشارقة المقبرة، ومرة توصل كل شيء، كل شيء توصل، كل شيء مغواب، الحمد لله رب العالمين. النافيجيتر هنا ما يقصر. فالحين خلاص الماكينة والجير والدبل، جير والدبل احتياط مع الماكينة طلعوا بسعر جدا رمزي وسعر يعني خرافي. فالحين يبالي غاز جيتات، يبالي اويل بام، يبالي عندك واتر بروف، واتر بروف هالشيء بصلح في السطح يعني مثلا. يبيلي واتر بام وصير ماكينة. فالحين ماشي اخذ هالاغراض من قطع الغيار الجديدة. وهير يا سوين ابو راشد صحار، صحار اخوي دار الخلاب، وعلى ذا الاجواء الطيبة حيل. جماعة الخير نوصل 20,000 مشترك، همتكم همتكم، انت او انت او يا البذر اللي طالع المقطع، اضغط الاشتراك، اضغط لايك، حط تعليقك الايجابي الطيب اللي يرفع من المعنويات. على بعد 300 متر الاتجاه نحو اليمين. معنا بيجي ترى ايش يقول؟ تجي لليمين يقول لك لا لا ما بعد شوي بعد ما في هذا المبار. مساكم الله بالنور يا الربع، كلهم حسب توقيت دولته. هذا الرام وهذه الأجواء الخرافية ماطرة، الحمد لله رب العالمين. هذه الماكينة الجديدة مستعملة مو جديدة، وهذه الماكينة اللي ضربة كرنك وإن
والاغراض مالها متكسر داخل معه والتابل ما بطلت حكم انه يبالها شغله. فمشيت الامارات شارخه وجبت هذه الماكينه مع الجير مع الدبل. الجير والدبل هذي لهم قضيتهم سعر جدا ممتاز الحمد لله رب العالمين. توفيق من الله عسنهم ان شاء الله امورهم طيبه ويطرح الله فيهم البركه. الجير والدبل انا ما محتاجينهم، موتري اموره طيبه. الجير والدبل اللي محتاج هذا الماكينه، طبعا راح انقل اغراضي من ذيك الماكينه على هني اللي هو ثلاجه الهواء، انا هذه منكسره. عندك عندك الكرانكيس محتاج ان انقله هني. عندك محتاج انقل الفان كلتش مروحه، محتاج انقل ماخذ الا واتر بام. واتر بام ماخذ ما شاء الله خير 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 من الله. المهم راح اعطيكم ابديت، وفي الاول والاخير اقول لكم لا تنسونا من اشتراكاتكم الطيبه.